ما عرفتش واش باقي زعما عايشين معانا بحال هاد بحال هاد النوع ديال البشر، واش باقي عايشين معانا ما عرفتش. كيف دايرين؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. انتما كتشوفوا هاد لا فيديو هادي ديالي فلاشين. اليوم اختكم مريضه شويه، واخا هكاك راسي كيضرني، بغيت ندير فيديو والو، قال لي راسي والو راني نسال نوضي ندير فيديو واخا شويه مريضه، ولكن بغيت ندير لكم فيديو. المهم البنات، دخلت اليوتيوب كنشوف، شفت بزاف ديال اليوتيوبرزات داروا تقليد اليوتيوبرز، شي وحده كدير تقليد اليوتيوبرز كتقلد اليوتيوبرز الاخرين. قلت انا علاش لا ما نوضش ندير انا فيديو بحال هكا، بما انني كنصغي في الدار يعني ما خارجه ما والو، ما عندي ما نصور لكم وانا خارجه. قلت علاش لا ما نديرش لكم واحد لا فيديو بحال اللي داروا الاخرينات ديال تقليد اليوتيوبرز، تقليد اليوتيوبرز، تقليد اليوتيوبرز. المهم غنبداو وعندي واحد رساله خاصه لواحد اليوتيوبرز، ولكن حتى الاخر ديال لا فيديو عاد غادي نديرو. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو اللي غادي ندير، ويلا عجبكم البنات ما تنساوش ديروا لايك وتخلي لي كومونتير زوين وديروا سبسكرايب، اكيد تركوا على الجرس باش تكيسلكم كاع الجديد ديالي. المهم نبداو باول يوتيوبرز اللي هي في الحقيقه راه اليوتيوبرزات الاخرين انا كنشوف بلي كيديروا ورقات بحال هكا وكيحطوهم وكتاخذي. انا دابا كنعزل وغناخذ فينا الاولى فيهم اللي غادا كما اللي اختارتها هي اللي غادا نقلدها الاولى. المهم انا ما درتش هكاك، انا غادي نجيب داكشي من راسي، غادي نبدا ب ما في الحقيقه راه كثار ولكن ما عرفتش نعرف نقلدهم كاملين، انا على حساب دوك كنتفرج فيهم بزاف هما اللي غادي نعرف نقلد. ومن هذا المنبر كتقول لي كتجيب بزاف تلقينا خلاص. المهم البنات من هذا المنبر هادو من المنبر من هذا المنبر هذا اليوتيوبرزات ما دوك اللي غادي نقلد حنا راه مش انا ماشي كنضحك عليكم اولا، بالعكس كما كنتش عزازات عليا اولا كما كنتش متتبعات ليكم القدام ما كنتش غادي نعرف اصلا نقلدكم. المهم بلا ما تخلقوا حنا كنضحكوا. دابا غادي نبداو ب وتلقينا خلاص، غادي نبداو باكرام بيلانوفا. اكرام بيلانوفا اللي اكيد كلكم كتعرفوها. المهم اكرام بيلانوفا فاش الله كتبدا غينا اكرام بيلانوفا فاش الله كتبدا كتقول السلام غزالات ديالي، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. انتما كتشوفوا هذا الفيديو هذه ديالي فلاشين. اليوم غادي نخرج انا وليفيو نتقداو شي حاجه في هنايا واحد السوبر ماركت هنايا قريب، بغيت نتقداو واحد الحاجه البنات وبغيت نشاركها معكم ونوريكم المشتريات ديالي اللي وصلوني من واحد السيت، وغادي نوريكم اكيد صاحبتي منار غتجي عندي وغادي ناكلوا انا وياها واحد القصعه ديال الكسكسو على درك داكشي ديال المغرب ونجلسوا على براد ديال اتاي ونقرقبوا لنا بشويه. المهم هذه كانت البنات اكرام بيلانوفا اللي اكيد معروفه بالعفويه ديالها وتمغربي ديالها. المهم اختي اكرام غير كنضحكوا بوسه كبيره لك. دابا غادي نقلدوا اسماء بيوتي، اسماء بيوتي اكيد كلكم كتعرفوها فاش يلاه كتبدا بالغوات. اسماء بيوتي السلام البنات كيف دايرين، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هاد لا فيديو هادي ديالي فلاشين. اليوم غنخرج انا وبنتي سلمى وبنتي ملاك وراجلي احمد، غادي نمشيو نشريو شي حاجه هنايا في داك السوق سميتو مازال واحد السوق هنايا سوق بوجي واقيله مابقيتش عاقله مزيان. المهم البنات مابقيتش عاقله داك السوق اللي كتقدم منه بزاف، من سوق بوجي واقيله غادي نمشي نتقدى شي حاجه بغيت، ودابا دخل البرد بغيت نشري صبابط لبنتي سلمى. ومن بعد غادي نمشيو انا وحمد غادي نجلسوا الراس بالراس واحد الجلسه رومانسيه انا وراجلي قدام البحر ونديو شويه حيت حنا ديما دويناش. والبنات كنقول لكم بالنسبه للبنات اللي هكا عندهم وليدات وما كيبقاوش مساليين لرجالهم، البنات كنقول لكم من هذا المنبر جلسوا نتوما ورجالكم مره مره، عطيوهم وقت، عطي وقت لراجلكم باش نتوما وياه راس في الراس ودوي معاه حتى هو كيبغي وقت، ما تبقايش غير ملاهيه مع الدراري. المهم البنات هذه كانت اسماء بيوتي، اختي اسماء غير كنضحكوا وتانتي بوسه كبيره لك. دابا غادي نقلدوا روعه بيوتي، روعه بيوتي كوكو البنات كيف دايرين لاباس عليكم، نتمنى تكونوا كلكم بخير على خير. وانتم كتفرجوا فيا البنات اليوم غادي نخرج انا وولدي وراجلي غادي نمشيو للبحر، وفاش غادي نجيب غادي نصور لكم واحد الكغاتان غادي نصايبو انا وماما، وراتو ليا ماما في الحقيقه ولكن غادي نصايبو انا بوحدي وهي غادي غير تجلس تفرج فيا، غادي وغادي نصور لكم البنات. المهم ما تنساوش البنات دخلوا الانستغرام ديالي اللي في روعه بيوتي ودخلوا تشوفوا كاع الجديد ديالي، وكانوا حتى التصاور ديال ولدي
غادي تشوفوهم تما. وغدا ان شاء الله عندي واحد جلسه تصوير في تطوان، وغادي نصور لكم كلشي بالديتاي في انستغرام. المهم البنات ما تنساوش تدخلوا الانستغرام باش تشوفوا كاع لي ستوري ديالي. وبسلام عليكم البنات. هذه كانت روعه بيوتي اللي حتى هي انا من متابعات ديالها القدام. اختي روعه، كتعجبيني بالبساطه ديالك بالعفويه ديالك بالرغم من الانتقادات اللي كيوصلوك. انت ما مسوقاش وشدت طريقك البنات. حنا دابا هادو هما اليوتيوبرز اللي عرفت نقلد. كاين واحده اخرى كنت كنعرف نقلدها في حقه بزاف، حيت غنخلدها وانتم شوفوا. المهم بيوتي اديكت مريم، بيوتي اديكت مريم اللي عندها وليده سميتو عيسى. الله يخلي عليك اختي مريم، فنيكيش في حقه، ولدك يتربى في عزك ان شاء الله. ويفك الله يفك الله يفك الله يفك الله يفك وحالك راه فهمتي الهضره. الله يفك وحالك على خير، حيت عرفت مؤخرا انها حامله. الله يفك وحالك على خير اختي وتربى في عزك ان شاء الله. البنات مريم بيتي اديكت مريم، باش الا كتدخل كتشد الكاميرا بحال هكا وكتقول السلام البنات كيف دايرين، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم غادي نخرج انا واختي منى، غادي نمشيو للبحر، وغادي نتي معايا خويا، وغادي نتي معايا ولدي عيسى، غادي نمشيو نديرو تما طويجين. وغادي نصور لكم عيسى، شريت ليه واحد لبسه زوينه ديال العمان، غادي نصورها غادي نصور لكم هو كيعوم. وغادي ندير لكم نوري فاش نجيو للدار البنات، غادي نصور لكم واحد البسطيله غادي تصايبها ماما زوينه بزاف، وقلت علاش لا ما نصورهاش لكم. المهم البنات خليكم مع هاد لا فيديو هادي البنات. هذه كانت بيوتي اديكت مريم، ما عرفت واش عرفت نقلدها ولا ما ولا لا. المهم هادو هما اليوتيوبرز اللي كنتفرج فيهم، كاينين وحدين اخرين ولكن ما كنعرفش نقلد كلشي، ولكن بزاف اللي متبعاهم هما هادو اكرام بيلانوفا، اسماء بيوتي، بيوتي اديكت مريم وربعه. المهم البنات هادشي اللي كاين. وبالنسبه للميساج اللي بالنسبه للرساله اللي قلت لكم بغيت نوصل لهذا، بغيت نوصل كنفكر في هذه العجينه، عجنتها وخليتها باقا كتسناني. المهم الرساله اللي بغيت نوصل البنات الزكيه بيوتي هي شحال هذه ما غاش نقول مؤخرا، تقريبا دابا شي شهر وقيله. المهم البنات قريت واحد التعليق وصلها وما عجبنيش بزاف، بقى فيا الحال بقى فيا الحال بزاف بزاف بزاف. شوف انا بقى فيا الحال مع الساك، هي مسكينه اللي قرات داك التعليق ورساله الميساج موجه ليها هي. بالنسبه لهاد البنت اللي كتبت هاد الميساج هذا، اختي الله يعطيك عقل هادشي اللي غنقول لك. وحشومه بزاف انك تجرحي واحد الانسان بهذه الطريقه هذه، يعني بصفتك اش انك تعايري واحد 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 وجه خلق الله سبحانه وتعالى، تخلق تعايري بديك الطريقه اللي حشومه بزاف. ما عرفت واش باقي زعما عايشين معنا بحال هاد النوع ديال البشر، واش باقي عايشين معنا ما عرفتش. الطريقه باش كتبتي الميساج ما عجبنيش بزاف، انت ما عجبتكش هي، اولا ما عجبكش داك المحتوى ديالها، اولا داك لا فيديو ديالها ما عجبكش، غادي تخرجي ما غاديش ديري تعليق خايب اولا ديك ديزلايك وداك الشيء ما كاينلاش. وخصوصا داك التعليق اللي كتبتي راه حشومه بزاف، يعني ما كرهتكش تشوفي هاد لا فيديو هذا، وتجمعي راسك شويه تسمعي راسك شويه، راه حشومه بزاف الطريقه باش كتبتي. انا في الحقيقه انا بقى فيا الحال بزاف 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 من جهتها، خصوصا كاين شي واحد يهزو داك الميساج داك التعليق هكاك هزوه لاحو في فيسبوك، قريته في فيسبوك ديالي البنات لقيتو لا يحينو. وبزاف ديال الناس تعاطفوا مع زكيه، يعني جاوا من جهتها حيت شافوا داك التصرف اللي دارت ديك البنت ماشي هو هذاك، ماشي في المستوى، يعني الطريقه شوف هي الطريقه باش كتفكر، يعني فكرات في عقلها كله كيحتوي على الوجه ديال ديك الانسان الاخرى. او لا شوفي غنقول واحد الحاجه، راه الانسان ماشي هو وجهه، لا تلقى واحد الانسان خايب خايب ما فيه ما يتشاف خايب، ولكن قلبه ابيض، ولا واحد الانسان تلقاه زوين وعليه النور وهذا، ولكن قلبه خايب قلبه كحل، يعني ماشي ما كنتميزوش بالوجه فهمتي، حنا ما كنتميزوش بالوجه او لا بالمظهر، او لا كنتميزي يقول راه المظاهر خداعه، يعني الانسان ما من حقكش تعيري او لا تهينيه بديك الطريقه حتى تعاشريه. انا بعدا هذه وجهه نظري، وما عرفتش كنتمنى تشوفي هذا الفيديو هذا وهذه الرساله توصلك اختي زكيه. كنقول لك انت ما يبقاش فيك الحال بزاف، او لا تاخذي داك الميساج وبقيتي تفكري. وهذا كاينين كيف كنقولوا اعداء النجاح، كاين اعداء النجاح ما تلقاها هي ما كتحملكش وعبرت على الكره ديالها ليك بديك الطريقه، ما عرفتش سبا. المهم كنقول لك بلا ما يبقى فيك الحاله اختي زكيه، وهذا هو حال البشر،
ما غاديش نقول كنا بحال بحال، ولكن اغلبيه ديال حنا البشر الله يهدينا وصافي، كنجرحوا بنادم بواحد الطريقه اللي خايبه بزاف، بحال ديك الطريقه باش هي جرحات زكيه. انا بقات فيا بزاف، قلت لها انا حامله، وقلت لها انا حامله وكنتوهم، وشفت كنشوف دابا في الفيديو ديالك، ويا ربي غير ما جيبش شي وليد بحالك. اش هذا المستوى؟ اش هذا التخلف؟ اش هذا الشيء كامل؟ هادشي كامل لاش؟ الجنود، جنود خفاء. المهم قطعتيني، قلت لكم اش هذا المستوى هذا، اش هذا التخلف هذا ديال الطريقه، يعني انت عبرتي على الكره ديالك وداك الشيء باش غتحسي بيه، والبخ ديالك سواء القلب ديالك بهذه الطريقه هذه حشومه بزاف. انا بعدا بالنسبه لي كنقول لك حشومه بزاف، وما عرفتش ما عرفتش واش متفق معايا ولا لا. المهم البنات هادشي اللي كاين، انا هاد الرساله هادي ما كنتش باغا يعني ما كنتش باغا ندوي فيها اصلا، ما كنت اصلا باغا ندوي في الموضوع، ولكن بما انني دخلت البارح باقي دخلت للفيسبوك ولقيتو، لقيت داك التعليق باقي كاين وتفكرتو، بقى فيا الحال بزاف، عاود قريتو وبقى فيا الحال بزاف. الحقيقه انا بلاصتها بقى فيا الحال بزاف، الطريقه باش كتبات البنت التعليق ما حملتهاش، ما حملتهاش نهائيا. حشمه واش فاش كتبتي، بغيت نقول لك فاش كتبتي داك التعليق، فاش كتبتي جالسه شاد داك لافيو كتكتبي، واش ما فكرتيش داك الانسان كيفاش غادي تفكر اولا كيفاش غادي تحس؟ يعني انت عندك عادي انك تقراي الميساج، وخصوصا حنا عندنا تبارك الله المغاربه اي حاجه كتلاح بوم كدير بوم دغيا، يعني فوق تبات التعليق تهز تلاح في الفيسبوك، تلاح في الانستغرام، تلاح في جميع مواقع التواصل الاجتماعي، تلاح فيه تلاح فيهم داك التعليق. تلقاها دابا هي زكيه ما عرفتش تلقاها فاش قرات داك التعليق، قالت عادي اي دونت كير، عادي قرات التعليق عادي، ماشي شي حاجه، حيت تلقاها مولفه بداك الشيء، يعني تبات يكونوا مولفين بداك الشيء بحال النوع ديال التعليق. ولكن اشنو باش زدتو؟ بحال باش زدتو نتوما جرحتوها، زدتو داك التعليق وجاوبتو عليه ورديتو عليه، ورحتو في الانستغرام ورحتو في فيسبوك بحال كتقولوا ليها شوفي ازكيا هاد البنت اشنو قالت عليك، هي راه شافتو دارت بحال ما كان والو، دوزات داكشي وسدات داكشي وعادي وكملت قرايه ديال لي كومونتير. ولكن حنا كيف قلت لكم حنا تبارك الله المغاربه اي حاجه قالوا ليها بنا. المهم البنات بلا ما نزيد نطول عليكم في الهضره على عجينتك، هاد تسناني نوضاني سرين قبل عجينتك. المهم هادشي اللي كاين، نتمنى هاد لا فيديو يعجبكم، ونتمنى هاد الرساله هاد المساج هذا اللي قلتو لزكيه تقراه، وكنقول لها من هذا المنبر اختي زكيه ديري بحال ما كاين والو، بحال ما عمرك ما قريتي داك التعليق، اولا الا قريتي بحال دابا التعليق هادو الخايبين الا قريتيهم عادي، اي يوتيوبرز كيجيو تعليق خايبين عادي، اي وحده فنان ممثل مغني اي حاجه اي حاجه اي حاجه كي اي واحد مشهور كيجيو تعليق خايبين، كيف كنقول اعداء النجاح، يعني حاجه عاديه. وانا متاكده ان زكيه قويه وقرات كيف قلت لكم في الاول، قرات داك التعليق قالت عادي يعني ماشي مشكل كاع، ماشي كاع لا توتاليتي ديال البشر كيبغيو يحتموك، هذه حاجه معروفه فينا حنا المغاربه، توتاليتي ديال البشر كيبغيو يحتموك هذه حاجه باينه. المهم البنات كيف قلت لكم راه انا فاش كنجي ندوي راه الهضره ما كنبغيش التلالية. هادشي اللي كاين، نتمنى هاد لا فيديو هذا يعجبكم، ونتمنى زكيه اختي تكوني شفتي هاد لا فيديو هذا ويعجبك حتى انت. المهم البنات الا عجبكم هاد لا فيديو هذا ما تنساوش ديروا ليا لايك، وديروا ليا لايك ديروا ليا لايك 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 ديروا ليا لايك، وتخليوا لي كومونتير زوين، وديروا سبسكرايب وتفعلوا الجرس المنبر وتفعلوا الجرس باش هكا يوصلكم كاع الجديد ديالي، وشكرا لكم بزاف على المتابعه، وبوسه كبيره لكم، السلام عليكم.